لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الآية 12 من سورة الحاقة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله عز وجل بأن يجعل هذه الأذن الواعية هي أذن علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا كما روى علماء إخواننا العامة، حيث قالوا في هذه الآية أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام يوم سأل، حيث قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت الله عز وجل بأن يجعلها أذنك يا علي. المصادر التي ذكرت هذا المعنى من مصادر العامة: التفسير الكبير في الجزء 30 الصفحة 107، تفسير الطبري الجزء 29 في الصفحة 31، أسباب النزول في الصفحة 249، تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 413، روح المعاني الجزء 29 الصفحة 43، ينابيع المودة صفحة 120، وغيرها من المصادر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية 67 من سورة المائدة، ذكر أئمة التفسير والحديث والتأريخ نزول هذه الآية في يوم غدير خم، في يوم الغدير، وقد ذكروا خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم بمحضر أكثر من 100,000 مسلم، وكثير منهم من الصحابة، حيث نقلوا حول هذه الآية أنها نزلت في بيان فضل علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام وقال: أيها الناس، ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. المصادر: الدر المنثور الجزء الثاني صفحة 298، وفتح القدير الجزء الثالث 57، وروح المعاني الجزء السادس صفحة 168، الصواعق المحرقة في الصفحة 75، وفي تفسير الطبري في الجزء السادس صفحة 198، وغيرها من المصادر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت
حينما بايع الناس عليا عليه السلام على الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في غدير خم بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن بايع الناس كلهم عليا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد روى العامة والجمهور من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى علي عليه السلام في يوم غدير خم وأمر بما تحت الشجرة، فقام فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض أبطي رسول الله وعلي، ثم لم يتفرقوا، أي بعد مبايعتهم لأمير المؤمنين، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. المصادر التي ذكرت هذا المعنى وهذا التفسير وهذه الحادثة: تفسير ابن كثير في الجزء الثاني صفحة 14، تأريخ بغداد الجزء الثامن صفحة 290، البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 349، مناقب الخوارزمي في الصفحة 80، تذكرة الخواص صفحة 18، الحمويني في الفرائد، ابن عساكر في تاريخ دمشق، وعشرات المصادر ذكرت هذا المصدر، هذا المعنى من تفسير هذه الآية والحادثة التي نزلت على إثرها هذه الآية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية 156 والآية 157 من سورة البقرة، حيث ذكر بعض علماء إخواننا أهل السنة والجماعة بأن هذه الآية نزلت بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك حينما وصل إليه خبر قتل حمزة ابن عبد المطلب في يوم أحد. حينما وصل إليه الخبر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فنزلت هذه الآية على إثر ذلك السبب. وقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذي ذكر نص هذا المعنى وهذا النص مباشرة في تفسير الثعلبي في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة، والنقاش في تفسيره وإحقاق الحق الجزء الثالث صفحة 475.